بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الإمام ابن سعدي رحمه الله في تفسيره على آية سورة على آية الكرسي، قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آيات القرآن لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تعالى، فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة، وأنه الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية، كما أن القيوم تدخل فيه جميع صفات الأفعال، لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته، وقام بجميع الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها. ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم، لأن السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال. إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال، ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال. وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض، فكلها عبيد لله مماليك، لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهو المالك لجميع الممالك، وهو الذي له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياء، ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له ممالك، لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا في من ارتضى، ولا يرتضي إلا توحيده واتباع رسوله، فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط، وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلية التي لا نهاية لها، وما خلفها من الأمور الماضية التي لا حد لها، وأنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته إلا بما شاء منها، وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية، وهو جزء يسير جدا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته، كما قال: أعلم الخلق به وهم الرسل والملائكة، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم أخبر عن عظمته وجلاله، وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في المخلوقات، ومع ذلك فلا يؤوده أي يثقله حفظهما لكمال عظمته واقتداره وسعة حكمته في أحكامه، وهو العلي بذاته على جميع مخلوقاته، وهو العلي بعظمة صفاته، وهو العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب، العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح، ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم. فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني، يحق أن تكون أعظم آيات القرآن، ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون محفوظا بذلك من شرور الشيطان. قال الله: لا إكراه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد،
هذه الآية العظيمة من آيات الكتاب العزيز هي آية الكرسي، ولعلي أبدأ بذكر بعض ما ورد في فضلها مما أشار إليه الشيخ رحمه الله في تفسيره. وقد جاء عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم ليهنك العلم أبا المنذر، يعني ليكن هنيئا لك العلم أبا المنذر. والحديث رواه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه. أيضا مما ورد في فضلها أنه ثبت في صحيح البخاري أن من قرأها إذا أوى إلى فراشه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. حديث ثالث أيضا ورد في فضلها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي وابن حبان وصححه ابن حجر وغيره. فهذه الأحاديث فيها فضل هذه الآية. والحديث الأول وهو في صحيح مسلم يبين أنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل. يأتينا سؤال، وهو: لماذا كانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل؟ هذا يتبين أيها الإخوة من خلال بيان موضوعها، فإن ذلك يبين ويكشف النقاب عن وجه تفضيلها. هذه الآية العظيمة اشتملت على توحيد الله عز وجل، وعلى تعظيمه، وعلى صفاته العليا العظمى. قررت التوحيد، وأبانت عن براهينه، حيث صدرت بكلمة التوحيد: الله لا إله إلا هو. وهذه كلمة التوحيد. ثم كل جملة أتت بعد هذه الجملة قررت التوحيد، وأبانت براهين التوحيد. ثم إن هذه الآية ختمت باسمين كريمين لله عز وجل، وهما اسم العلي العظيم. فهي تضمنت كما سيأتي إن شاء الله أنواع التوحيد الثلاثة، وتضمنت تعظيم الباري سبحانه وتعالى في ملكه وعلمه ووحدانيته جل وعلا. أبانت كمال الخالق، فهو المستحق للعبادة وحده، وأبانت نقص المخلوق وافتقاره إلى ربه عز وجل، فلا يصلح إلا أن يكون عابدا لله، لا يصلح معبودا مع الله. تضمنت من أسماء الله وصفات الله جل جلاله أصولها، مما يعظم في القلب الرب عز وجل، فلا يلتفت المتدبر لها إلى أحد سوى الله عز وجل. لا مذكور يذكر ويوصف أعظم من الله. ولهذا كانت هذه الآية التي اختصت بذكر الله عز وجل وذكر عظمته وتوحيده أعظم آية في كتاب الله عز وجل.
بدأت هذه الآية الكريمة بقوله الله لا إله إلا هو، اشتملت كما يذكر ابن كثير في تفسيره وغيره على 10 جمل مستقلة ترتبت من غير عطف، يعني من غير أداة عطف، بيانا للتوحيد والعظمة والملك، والبيان متحد بالمبين ليس مغايرا له، ولهذا لم تأتي أداة العطف، لأن العطف كما يقولون يقتضي التغاير. أولى هذه الجمل تضمنت نفيا وإثباتا، الله لا إله إلا هو، لا إله نفي إلا هو إثبات. وسائر الجمل 4 تضمنت نفيا يستلزم كمالا، و5 تضمنت إثباتا يفيد عظمة وجلالا. افتتحت بسم الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لفظ الجلالة هو أجل أسمائه سبحانه وتعالى، تستبشر به القلوب وتخفق لذكره الأرواح وتطلب منه الحاجات جل وعلا. معناه أي المألوه حبا وتعظيما، الله يعني المألوه حبا وتعظيما. كل جملة من الجمل 10 التي سبقت الإشارة إليها تصلح أن تكون خبرا لهذا المبتدأ، لأن إعراب لفظ الجلالة في بداية الآية مبتدأ. كل جملة أتت بعد ذلك تصلح خبرا عن هذا المبتدأ، فتقول مثلا الله لا إله إلا هو، الله الحي القيوم، الله له ملك السماوات والأرض، إلى آخر الجمل، كلها تصلح أن تكون خبرا عن هذا المبتدأ وهو لفظ الجلالة. الله لا إله إلا هو، هذه الجملة الأولى، وهي تضمنت دلالة كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وأصل دين الإسلام، ومعناها يعني لا معبود بحق حبا وتعظيما إلا الله جل وعلا. وقولنا لا معبود بحق لأنه توجد معبودات لكن باطلة ليس لها من حقيقة الألوهية شيء، وأما المعبود الحق فهو واحد لا شريك له، وهو الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الجملة الثانية تضمنت اسمين كريمين من أسماء الله جل وعلا، الأول الحي. أهل اللغة يقولون إن الألف واللام للاستغراق، بمعنى أنها تفيد أن الله عز وجل له الحياة الكاملة، فهي تستغرق كل كمالات الحياة، الحي الذي له الحياة الكاملة. الحياة الكاملة ثابتة لله عز وجل بدلالة هذا الاسم الكريم، وهي تتضمن معاني، منها أن حياته جل وعلا لم يسبقها عدم، فهو جل وعلا الأول
الذي ليس قبله شيء، ولا يلحقها فناء، فهو جل وعلا الآخر الذي ليس بعده شيء. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. معنى ثالث للحياة الكاملة: لا يعتريها نقص. فالحياة قد يوصف بها الإنسان ويوصف بها غيره، لكن حياة الإنسان يعتريها النقص، وحياة غيره من المخلوقات يعتريها النقص، ومن ذلك السنة والنوم. والله عز وجل له الحياة الكاملة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الحياة الكاملة تتضمن الأوصاف التي يحمد بها المولى تبارك وتعالى، تتضمن العلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات الذاتية. كل من سوى الله فهو موجود بعد عدم، كل من سوى الله سيأتي اليوم الذي يفنى فيه، فكل حي سيفنى إلا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. حتى الملائكة الكرام ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حياة كل مخلوق مستمدة من الله الذي أحياه، ويعتريها من النقص ما يليق بذلك المخلوق. ومن هنا تظهر لنا دلالة التوحيد وبرهانه، لأني ذكرت لكم أن هذه الآية العظيمة تضمنت التوحيد وتضمنت براهينه، فهي استهلت بكلمة التوحيد ثم أتت بعد ذلك براهين التوحيد. هل يليق بعاقل أن يعلق قلبه بميت أو بحي سيموت ويغفل عن الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده؟ وهذه عبرة توحيد. فالذي يتوكل عليه والذي يعبد هو الحي الذي لا يموت، الحي القيوم. الاسم الكريم الثاني هو القيوم. يقول أهل اللغة أصله من القيام، لكن هذه الصيغة تسمى في اللغة العربية صيغة مبالغة، من القيام. معنى اسمه جل وعلا القيوم هو القائم جل وعلا بنفسه، فلا يحتاج إلى أحد، فهو مستغن عن غيره، وهو المقيم لغيره، والقائم بأمور الخلائق أجمعين، بخلقهم ورزقهم وتدبير شؤونهم. فهذان المعنيان من معاني اسمه جل وعلا القيوم. وبناء على ذلك فكل أحد مفتقر إلى قيومية الله جل وعلا،
ولا قوام له بدون الله عز وجل، لا إيجادا ولا إمدادا. فالله خالق الخلق أجمعين، هذا الإيجاد، وهم بعد خلقهم يحتاجون إلى إمداد بالأرزاق والقوى والعلم وصلاح البدن وصلاح القلب، كل ذلك من الله عز وجل، وهذا من قيوميته جل وعلا على الخلائق. فهو يقيم غيره، وكل المخلوقات مفتقرة إليه جل وعلا، وهو غني عمن سواه. اسم القيوم كما ذكرت اسم الحي، يدخل فيه جميع الصفات الذاتية. اسم القيوم يدخل فيه كما أشار الشيخ في تفسيره جميع صفات الأفعال، فهو المحيي، المميت، الرزاق، المدبر، الخلاق، وهذه كلها من صفات الأفعال داخلة في اسم القيوم. من عبرة التوحيد التي دل عليها اسمه جل وعلا، أن كل من سوى الله وإن احتاج غيره إليه فهو أيضا محتاج إلى غيره. فالناس قد يحتاج بعضهم إلى بعض، لكن من يحتاج إليه هو يحتاج أيضا إلى غيره، وكلهم لا قيام لهم إيجادا ولا إمدادا إلا بالله. ولهذا فالقيوم لا يكون إلا لله، اسما ووصفا لا يكون إلا لله عز وجل. وهذا يعطي العبد عبرة بأن يجعل افتقاره واضطراره وتوكله ولجأه إلى الحي القيوم، يستغني بالحي القيوم عمن سواه، يجعل دعاءه ما أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة. جاء في سنن النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال لبنته فاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحديث رواه النسائي والبيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الضياء المقدسي. وهذا دعاء عظيم أيها الإخوة، ينبغي لكل منا أن يدعو به في أذكار الصباح والمساء، ويدعو به في كل وقت وفي كل حين، فهو دعاء عظيم جليل. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي فيما سمعنا بين أن اقتران هذين الاسمين الكريمين في هذه الآية وفي آيات أخر من القرآن له معنى ومغزى، وهو أن هذين الاسمين يدلان على سائر الأسماء دلالة مطابقة وتضمن ولزوم. وقد تقدمت الإشارة إلى أن الحي يدل على الصفات إيش؟ الذاتية، والقيوم على الصفات
الفعلية، فهما دالان على أسماء الله عز وجل وصفاته كلها. والحي يدل على صفات الكمال، والقيوم يدل على صفات الإحسان والسلطان. ومن مغزى اجتماع هذين الاسمين أن الحي غني عن خلقه، لا يضره هلاكهم لو ترك القيام بمصالحه، لكنه من رحمته ولطفه أنه مع ذلك هو القيوم، يقوم بمصالح الخلق ويرزقهم ويدبر أمورهم ويهديهم، وهذا كله من معاني القيومية. العبارة الأخرى أو التالية لهذه العبارة، وقبل هذا أشير إلى أن الشيخ أيضا أشار إلى أن من العلماء من قال إن هذين الاسمين وهما الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ولعل الشيخ يشير في قوله بعض المحققين إلى ابن القيم، لأن ابن القيم قرر هذا المعنى. ابن القيم رحمه الله يرى أن الاسم الأعظم هو في هذين الاسمين مقترنين، وقد تبين أو تقدم بيان دلالتهما على سائر الأسماء والصفات، وهذا من ما علل به كونهما الاسم الأعظم، كما أنه وردت أحاديث أيضا ذكرها ابن القيم واستدل بها على ما قرره في ذلك. الجملة الثالثة: لا تأخذه سنة ولا نوم. جاءت هذه الجملة بعد قوله الحي القيوم، لتبين أن من كمال حياته وقيوميته أنه لا يعتريه نعاس ولا يغلبه نوم. جمع نفيهما: لا تأخذه سنة ولا نوم، فلم يقتصر على النوم، قال بعض المفسرين لئلا يتوهم أن السنة تعتريه فيدفعها، ولم يقتصر على السنة وحدها، لأن النوم قد يعتري من يعتريه بقوة فجأة من غير سنة، والسنة هي النعاس. فالمعنى كما ذكرت من كمال حياته وقيوميته أنه لا يعتريه نعاس ولا يغلبه جل وعلا نوم. قدم السنة: لا تأخذه سنة ولا نوم، قال بعض المفسرين لتقدمها على النوم فيما اعتاده الناس، وقال بعضهم لأجل التعبير بالأخذ، لأن التعبير جاء في القرآن لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو بمعنى يعني لا تغلبه، كما لو قيل فلان لا يغلبه أمير ولا سلطان، فيكون المعنى لا تغلبه سنة فضلا عن أن تغلبه أو يغلبه النوم. مما يفيدنا معنى التوحيد فيما مضى، وقد ذكرت أن كل جملة برهان من براهين التوحيد، أن الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو المستحق للعبادة،
وحده لا شريك له. فالعبد يعبد ربه في كل وقت، ويناجيه في أي ساعة من ليل أو نهار، لأنه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. العبد يتوكل على ربه وحده، لأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. العبد يراقب ربه فلا يعصيه، وهو يعلم أن ربه به بصير لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغفل ولا ينام. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أنفاسك أيها العبد بيد الله لا بيدك، وهذا من رحمة الله ومن لطفه، فهي بيد الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. لو كانت أنفاسك بيدك لاختنقت إذا نمت، لكن أنفاسك وحياتك ومماتك بيد الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. الجملة الرابعة: له ما في السماوات وما في الأرض. معنى هذه الجملة أن الله عز وجل له وحده ملك كل ما في السماوات وكل ما في الأرض. فهو جل وعلا كما تقدم القيوم، لكنه جل وعلا قيوم على ملكه، فكل ما هو قيوم عليه فهو ملكه، ليس ملك غيره. ولهذا فهو لا يغفل عن ملكه ولا ينام. اللام في قوله له للملك، وما له ما في السماوات، هذه يقول المفسرون للعموم، فهي من ألفاظ العموم، فيدخل فيها العاقل من الإنس والجن والملائكة، ويدخل غير العاقل من سائر العوالم، وهي أكثر من العاقل. ولهذا كان التعبير بما تغليبا. قوله له، أهل اللغة يقولون إن الخبر إذا تقدم على المبتدأ فإن هذا يفيد ماذا؟ نعم، يفيد الحصر، يعني المبتدأ ما في السماوات والأرض له، فله خبر، لكن التعبير القرآني جاء له ما في السماوات وما في الأرض، يفيدنا أن ملك السماوات وملك الأرض ملك له وحده، مختص جل وعلا بملكه، لا شريك له في ذلك الملك. من آثار الملك أن جميع الخلق عبيده وفي ملكه وتحت سلطانه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. من آثار ملكه أنه يهب من يشاء من ملكه، ويمنع من يشاء. الملك له لا لغيره، والخلق لا يملكون إلا ما آتاهم الله،
وهم في أنفسهم ملك لله، وليس لهم لا كمال ملك ولا كمال تصرف، فملكهم محدود، وملك الله عز وجل يملك ما في السماوات وما في الأرض، فهو محدود من حيث شموله، فليس أحد له ملك السماوات والأرض إلا الله. ومن ناحية أخرى ليس لهم كمال التصرف، فهم لا يتصرفون في أملاكهم بكل ما يريدون، وإنما هم يتصرفون ببعض ما يريدون ويمنعون من بعض ما يريدون. وأما الله عز وجل فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يتصرف في ملكه بما يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وهذا من آثار الملك، فالمالك يرزق من يشاء بغير حساب، وهذا يجعل المؤمن أيضا يفتقر إلى الله عز وجل في طلب ما يريد، لأن الله عز وجل هو مالك الملك يؤتي ملكه من يشاء. قوله سبحانه له ما في السماوات، كما ذكرت ما هذه تفيد العبود، فيدخل فيها كل من يتخذ إلها مع الله، وهذا يبرز لنا برهان من براهين التوحيد، فكل من يعبد من دون الله هو ملك لله، له ما في السماوات وما في الأرض. ومن كان ملكا لله هل يصلح شريكا مع الله؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اليقين بتفرد الله عز وجل بالملك يقطع من القلب التعلق بالمخلوقين، فيتوكل العبد على الله عز وجل في كل رزق يرجوه، ويرضى بما أعطاه ربه ومليكه، يهب من يشاء ويمنع من يشاء. الجملة الخامسة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ بعد أن بين الله عز وجل عظمة ملكه، بين في هذه الجملة عظمة سلطانه، وعظمة السلطان هي من عظمة الملك، فهو جل وعلا من تمام ملكه وتفرده بالملك وعظمة سلطانه أنه لا يتجاسر أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه جل وعلا له في الشفاعة. وهذا في يوم القيامة، الاستفهام هنا من ذا الذي يشفع، استفهام إنكاري للنفي، بمعنى لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله عز وجل. والدليل على كونه
استفهاما للنفي مجيء الاستثناء بعده وهو إثبات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. الله عز وجل في هذه الجملة نفى شفاعة أحد عنده إلا بإذنه عز وجل، حتى أعظم الناس جاها عنده وهم الأنبياء المرسلون والملائكة المقربون لا يتجاسرون أن يشفعون عنده إلا بإذنه عز وجل. جاء في حديث الشفاعة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا فأدخله الجنة. رواه مسلم في صحيح. وكم من ملك في السماوات وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. عبرة التوحيد أيها الإخوة تظهر في أن كل عابد يريد من معبوده النفع، فكل من يعبد شيئا إنما يريد نفع معبوده. النافع لك إما أن يعطيك من ملكه، وإما أن يشفع لك عند من يملك حاجتك. يعني إذا كان لا يملك حاجتك يمكن أن ينفعك بأن يشفع لك عند من يملك حاجتك. غير الله ممن يعبد من دون الله ليس له شرك مع الله في الملك، له ملك السماوات، له ما في السماوات وما في الأرض. وقد تقدم أن الآية تفيد الاختصاص. فغير الله ليس له شرك مع الله في الملك فيعبد، ولا يشفع عنده فيقصد. والإذن بالشفاعة لا يكون إلا لمن ارتضى الله الشفاعة له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يرتضي الله سبحانه الشفاعة إلا لأهل التوحيد. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وابن حبان والحديث صحيح من حديث أبي هريرة أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لقد ظننت من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن لا شفاعة إلا لأهل التوحيد، ولا يرتضي الله عز وجل الشفاعة إلا لأهل التوحيد، وهذا يقطع شجرة الشرك من القلب. فمن تعبدهم لا يملكون مع الله ولن يشفعوا لك عند الله ما دمت على الشرك، لأنه جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرتضي جل وعلا الشفاعة إلا لمن وحده سبحانه وتعالى. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله
الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ولهذا في آيات متعددة من آيات القرآن يقرن الله عز وجل ذكر الشفاعة وأنها بإذنه جل وعلا ببيان ملكه جل وعلا ليقطع ذرائع المشركين وما يتذرعون به. ولهذا ابن جرير الطبري رحمه الله ذكر عند هذه الآية أن من مناسبة قوله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أن المشركين كما حكى الله عنهم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يقولون إن هذه الأصنام نحن نعلم أنها لا تملك لكن نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى. فالله عز وجل أخبرهم في هذه الآية وفي غيرها أنه له جل وعلا ملك السماوات وملك الأرض، فلا تنبغي العبادة إلا له. فالذين يعبدون الأوثان يعبدون من لا يملك، إن كانوا يريدون الشفاعة كما يقولون فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وبالتالي فلا ذريعة لأهل الشرك فيما زعموه في شركه. الجملة السادسة قوله جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال مجاهد ما بين أيديهم ما مضى من الدنيا وما خلفهم من الآخرة، وقال نحو ذلك بعض السلف كما ذكر ابن جرير في تفسيره. قال ابن عطية لأن ما بين اليد هو كل ما تقدم الإنسان، وما خلفه هو كل ما يأتي بعده. بعض المفسرين قالوا العكس، قالوا إن ما بين أيديهم يعني في المستقبل وما خلفهم في الماضي. الشيخ ابن سعدي قرر المعنى الثاني. على كلا المعنيين فحاصل دلالة الآية أن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون، بل ويعلم ما لم يكن كيف يكون لو كان، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعلم ما بين أيديهم، كما ذكرت ما موصولة للعموم، والضميران أيديهم في قوله ما بين أيديهم وما خلفهم عائدان على كل من يعقل ممن تضمنه قوله سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض. الجملة السابعة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بعد أن بين الله عز وجل علمه المحيط بالماضي والمستقبل ذكر ما يفيد تفرده بالعلم، فهو العالم جل وعلا بالماضي والمستقبل وهو المتفرد بالعلم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، بعد أن بين لهم قهره لهم بعلمه بين عجزهم عن كل شيء من علمه إلا ما أفاض عليهم بحلمه. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني أن يطلعوا عليه، وهو كما ذكر الشيخ في التفسير شيء يسير مضمحل بالنسبة لعلوم الباري ومعلوماته جل وعلا. ولهذا جاء في قصة الخضر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاء عصفور
فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. قوله جل وعلا: من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه، يشمل يعني من علم ذاته وصفاته جل وعلا، ويشمل أيضا من معلوماته في السماوات وفي الأرض. من عبرة التوحيد في الجملة السابقة قوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أن العليم بكل شيء الذي علمه جل وعلا صفة ذاتية له، لم يسبقه جهل ولا يعتريه نسيان، هو المستحق وحده للعبادة لا شريك له. وأما الخلق فلا علم لهم إلا ما علمهم الله، وعلمهم مسبوق بجهل. وغير الله وإن عظم في قلوب المتعلقين به فهو إما جاهل لا علم له، وإما عالم فعلمه ناقص من أربع جهات: الجهة الأولى قصوره على شيء من العلم، الثانية كونه مسبوقا بجهل، الثالثة كونه مستمد من الله، الرابعة كونه عرضة للذهاب إذا شاء المنعم به. والعابد يقصد بعبادته انتفاعه في المستقبل، ولا يعلم الغيب إلا الله. ولهذا قال الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض. ما مقتضى ذلك؟ فاعبده، يعني وحده، وتوكل عليه. الجملة الثامنة: وسع كرسيه السماوات والأرض. معنى الكرسي، قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره، رواه عبد الرزاق في تفسيره وابن خزيمة، وهو صحيح ثابت عن ابن عباس، وهو في حكم الرفع. فالكرسي هو موضع قدمي الرب عز وجل. ومعنى وسع كرسيه أي شمل وأحاط كرسي الملك عز وجل بالسماوات والأرض على اتساعهما وعظمتهما. ونحن نشاهد السماوات والأرض مع عجزنا عن الإحاطة بهما بصرا. والكرسي خلق من خلق الله غيب عنا، وسع السماوات والأرض، فما أعظم الكرسي في خلق ربنا. جاء في الكرسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش، وابن حبان، وصححه الألباني، وقال: لا يصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث. من عبرة التعظيم والتوحيد أن عظمة كرسيه جل وعلا تدل على عظمته. فالكرسي مخلوق، ومع ذلك وسع السماوات والأرض، فعظمته تدل على عظمة خالقه وعلى عظمة الرب جل وعلا الذي أضاف إلى نفسه الكرسي. وسع كرسيه لأنه موضع قدميه جل وعلا. والعرش أكبر من الكرسي، وخالقهما أعظم وأكبر. ومن عظم الله وحده فلم يشرك به. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة
والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما. الجملة التاسعة: ولا يؤوده حفظهما. لا يؤوده أي لا يثقله جل وعلا ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض، فضمير التثنية يعود على السماوات وعلى الأرض. يحفظهما جل وعلا من الزوال ومن الفساد ومن غيرهما، يحفظهما ويحفظ ما فيهما ويحفظ ما بينهما، وذلك لا يثقله جل وعلا ولا يشق عليه، بل هو يسير عليه. من قواعد الأسماء والصفات أن النفي في أفعال الله يتضمن كمالا، وهذا نفي ولا يؤوده حفظهما. ذكرنا فيما مضى أن قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي يتضمن كمال الحياة والقيومية، ولا يؤوده حفظهما يتضمن إثبات كمال القدرة والعظمة والسعة في حكمته وأحكامه. فهو جل وعلا بقدرته يمسكهما عن الزوال، وبأحكامه الكونية والشرعية يمنعهما من الفساد، وهذا من معاني حفظ الله عز وجل للسماوات وللأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يمسكهما من الزوال، ولو زالتا لم يمسكهما أحد من الخلق، وهذا ليحصل للناس القرار والنفع والاعتبار، وليعلموا من عظيم سلطان الله عز وجل وقوة قدرته ما تمتلئ به قلوبهم إجلالا وتعظيما له، وليعلموا من حلمه أيضا ومغفرته للعصاة ما يملأ قلوبهم محبة ورجاء وامتنانا لربهم جل وعلا. كما أنه يحفظ السماوات والأرض من الزوال كما في الآية السابقة، فهو أيضا يحفظها من الفساد. ولو اتبع الحق أهواءه لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فما شرعه الله عز وجل هو حفظ للسماوات وللأرض. عبرة التوحيد والتعظيم أن الله عز وجل كامل القدرة عظيم الإحسان، فهو المستحق جل وعلا للتعظيم والعبادة محبة وإجلالا. عندما تتحرك قشرة صغيرة من بقعة في الأرض يحل بالناس الفزع والرعب، وتظهر صور الدمار، فكيف لو رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. إن الله كان حليما غفورا. من حق المنعم على عباده أن يشكر، فاشكروا لي ولا تكفرون. إذا كان الحي القيوم يحفظ السماوات والأرض على عظمهما وترامي أطرافهما، فهو الحافظ لعبده، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فيتوكل عليه العبد في حفظ نفسه وحفظ من يحب، ويقرأ هذه الآية قبل أن ينام: لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
كل من يعبد من دون الله في السماء أو في الأرض، فالله عز وجل هو الذي يحفظه إن شاء ويهلكه إن شاء، فلا يصلح شريكا مع الله جل وعلا. الجملة العاشرة وبها ختمت الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: وهو العلي العظيم. هذه الجملة كما يقول أهل اللغة التي طرفاها معرفتان، فالطرف الأول هو وهذا الضمير والضمائر معارف، والعلي العظيم هذا معرف بأل التعريف. يقولون الجملة التي طرفاها معرفتان تفيد الحصر، فمعنى ذلك أن العلو المطلق والعظمة المطلقة له وحده لا شريك له، وهو العلي العظيم. العلي من أسمائه يدل على صفة العلو له جل وعلا، علو الذات، فهو جل وعلا مستو على عرشه، علي بذاته على عباده، بائن من خلقه يعني منفصل عن خلقه، ليس حالا في شيء من مخلوقاته، هذا علو الذات. أيضا يدل على علو الصفات، وهو علو القدر، أيضا يتضمن علو القهر، فكل المخلوقات تدين له وهي تحت قهره سبحانه وتعالى. العظيم من أسمائه ذو العظمة المطلقة في ذاته وصفاته وسلطانه، وكل من سواه مفتقر إليه، صغير إلى عظمته، كما قال الله عز وجل فيما تقدم: وسع كرسيه السماوات والأرض وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لعلي يكتفي بهذا القدر، بقيت بعض الفوائد التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، لعلها تكون إن شاء الله في بداية الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم عنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.